مساء الخير وسعد الله اوقاتكم مشاهدينا الكرام في كل خير، ونجدد لقائنا معكم في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي ديوان الشعراء النبط. وكما عودناكم هذا البرنامج ان نستقطب الشعراء المميزين وايضا ان نظهر الشعراء اصحاب المواهب الجميله من خلال هذا البرنامج، وكما عودناكم دائما في برنامجنا ان نظهر المواهب الجميله الشعريه ان شاء الله. اليوم حلقتنا مميزه في تميز ضيوفنا الكرام، اليوم شعر وانشاد ان شاء الله. نرحب باسمكم مشاهدينا الكرام في شاعرنا بندر الرشيد. امسك بالخير ابو فهد والمشاهدين الكرام، نتمنى ان شاء الله ان تكون الحلقه بصوره جيده ومميزه يستمتعون فيها مشاهدينا الكرام ان شاء الله. وشكرا على تلبيه دعوتنا يا ابو مشاري. الله يرضى عليك، تستاهلون، ولي الشرف في الحضور والظهور معكم في هذا البرنامج. مساك الخير. وايضا الصوت العذب الجميل ناصر الزبني. مساء الخير، طول لي عمرك، مساك الله بالنور. يا هلا ابو فهد، الله يرحم والديك، وتشرفت باخواني وتشرفت فيك طال عمرك، تشرفت بالشباب اللي خلف الكاميرا. نورنا اليوم يا ناصر، نورنا. طول لي عمرك يا نور نورك. الله يسلمك. وايضا على الجهه الاخرى معي الشاعر محمد الرفيدي. مسك بالخير. مرحبا ومسهلا ابو فهد، تشرفت وياكم مع اخواني الشعراء واخوي المنشد. ساعه مباركه طال عمرك. اليوم ليله مميزه ان شاء الله، وايضا الشاعر راشد فهد. مساء الخير. الله يحييك، مساء النور، يشرفني تواجدي معاكم وهذه الساعه المباركه. ساعتك ابرك. وايضا الشاعر ناصر ابن حيه. مساء الخير. يا مرحبا يا ابو فهد، وشكرا على الاستضافه، ويشرفني الحضور مع اخواني المبدعين، وبيض الله وجهك على هذه الاستضافه. وجهك كبير، تستاهلون، والابداع دائما تجمع الجمهور والمتابعين يستمتعون في القصائد وايضا الانشاد. بس ابو مشاري خلينا نبدا من عندك البدايه. تفضل. رصيد الشاعر وين يكمن؟ في القصيد ولا في الجمهور؟ والله الجمهور ما يجي الا على قصيده. اذا ما عندك شعر ما يجيك الجمهور. فالشاعر يثبت نفسه بقصيده والجمهور بيجيك، لان الجمهور يبحث عن الشعر الجزل. الجمهور يبحث عن الشعر الجزل. عن الشعر الجزل. اي، لكن الان في منصات اعلاميه خاصه لكل شاعر، في انستغرام، في تويتر، السوشيال ميديا بشكل عام، يعني تخدم الشاعر هذه ولا ما تخدم الشاعر؟ والله شوف، في سلاح ذو حدين. ممكن تخدمك اذا كنت ناجح، واذا كنت طبعا ما عندك شيء تخسر، شاعر جديد في الساحه. ممكن تكون يعني ما تخسران شيء في هذا البرنامج، بس ممكن تفيده. طبيعي تفيده، ولكن ممكن اذا كنت شاعر معروف وكبير وتحط سناب نفس الشباب المبتدئين، هذه ممكن تصير عكس رد عكسيه عليك. هو كما هو الحال على الشاعر ايضا على الانشاد، يعني الانشاد الحين صار يعني مكون اساسي للقصيده، او يعني ظهور القصيده. منشدنا ناصر يعني كلمنا على الانشاد، هو عطى صج بيرق جميل للشعر. والله يا ابو فهد، اثنين هم يخدمون بعض، من الشاعر ومن المنشد. إذا جت قصيدة جزلة إن شاء الله بيعطيها حقها المنشد ويعطيها زيادة، وعاد سبحان الله تضرب معاهم. وعلى حسب الإنشاد، وعلى حسب أيضا اللحن الخاص فيها، على حسب اختيار اللحن، وعلى حسب القصيدة الجزلة. إذا جت لك جزلة، وفي بعض القصايد تطول وياك، وفي بعض القصايد ما تطول وياك في اللحن وتضرب معاك بسرعة. وايضا ابي يشاركونا في الجانب الاخر شعرنا محمد وراشد وناصر ايضا، يعني الانشاد عطى يعني رونق جميل للقصيده. يعني محمد عندك. والله طول العمر المنشد يخدم الشاعر في اللحن، ويخدمه طال عمرك اذا كان العمل يعني موفق بين الشاعر وبين المنشد. اذا الشاعر قدم له قصيده، يعني خصوصا القصيده تواكب العصر. نعم. يعني مفهومة وجميلة وفيها تلاعب شاعر، والمنشد أعطاها حقها بلحن تنتشر. نعم. الله يبارك، والتوفيق من الله سبحانه. راشد، أنا ما راح أدش عليك بالسؤال هذا، لأن ممكن لك وجهة نظر مختلفة، لكن طقوس الشاعر راشد وين تكمن؟ والله ما أنا عن نفسي ما لي طقس معين، ولكن لا، لكل شاعر طقس، يعني في طقوس أبي جو هادي، أنا بقول أبي بحر. ما بقول لك انا عن نفسي، يعني انا راشد فهد شاعر صيفي، لا جاء الصيف وقامت الشمس فوق راسي كتبت. بس بالصيف، بالشتاء تختفي؟ يعني تقريبا، لا ما اختفي يعني كليا، ولكن يعني اكثر شيء يشدني في الكتابه او يستثيرني في الكتابه يمكن حراره الشمس، يمكن عشاني كويتي. اتوقع ايه، اتوقع عشان كويتي. هو الشمس ما لها شغل بالشعر، لكن ممكن الطقوس هذا تفصيل، يعني ما لي جو محدد، يعني سواء كنت في السياره، كنت في احيانا يكون في مكان عام، ويعني مكان فيه ازعاج، نوع من ازعاج او شيء يحضر وياي اي شيء عادي. نعم. على حسب الطقوس. حسب الطقوس. نسمع من ابو مشاري شاعرنا بندر، نسمع منه قصيد.
والله يقول يقول يا ابو بدر قلب المولع على نار نار المحبة ما سلم من لهبها جتني وجابتها صواديف الأقدار في ليلة جف القلم ما كتبها حطت بدرب الحب صورة وتذكار وراحت وثلثين ألعنة من سببها. سلام سلام صح لسانك صح لسانك أبو مشاري. المنشد دائما هو يعني بالوقت هذا هو يختامها بين الشعراء ما شاء الله كوكب جميع من الشعراء ودائما الإنشاد له حضور في اقتناص القصيدة الجميل. ناصر سمعنا شيء خلنا نطلب مسامع ضيوفنا. أذكر الله كل ما زولك نظرته زينك الحالة وغيرك في حرايك من هو اللي قدك القلب وقدرته يوم غيرك حط من دون عوايك غارق في بحر حبك ما عبرته يا ربيع العمر يا ورد الحدايق مر يا طعم المذاق اللي صبرته حيث ماني مثل غيري من هدايك من هدايك. سلام يا سلام صح صوتك يا ناصر مبدع وجميل وعذب يا ناصر لك تواجد جميل يعني بالساحة الشعرية في الآونة الأخيرة الإنشاد تسيد ممكن شوي ولك تواجد وحضور طيب. الله يرحم والديك ويطول لي عمرك. طبعا هذه الشيلة من كلمات الشاعر منور بن هاجت المسي عليه بالخير. استاهل ونعم شيلة تذكر الله هذا طبعا آخر الشيلات. نعم. استاهل أبو أحمد. شاعرنا محمد الشعر يعتبر مواقف يعني ممكن تكتب على لسان الحال ممكن تكتب على لسان غيرك من الأصدقاء اللي عندك حدثنا عن هذه الجزئية. صحيح أبو فهد يعني الشعر بشكل عام إما من خيال ولا من واقع لكن يعني الفترة الحالية المواقف قليلة والخيال واجد بالنسبة لي أنا يا محمد يعني الخيال واسع الخيال واسع يعني الشاعر ما يوقف لين يجيه موقف ينتظر لين يجيه موقف عشان يكتب ما فيه أشياء ثانية مقومات للشاعر أنه يكتب عليها. نعم الخيال ولا من واقع. نعم بس إيش رأيك محمد ناخذ من راشد قصيدة نسمعها. حاضر أبشر تبي واقع ولا خيال؟ لا نبي الواقع. حاضر مطعم بالخيال ترى ما في مشكلة هذا موقف يعني من بد المواقف يعني مثل ما قال أبو ناصر شاعر ما ينتظر موقف يجي عشان يكسب ولكن يعني حصل موقف يقول ما يلين قسوتي قطع الوصال ما يلين قسوتي قطع الوصال والحزن سحاب صيف وينزوي القصيدة العاطفي كلها خيال واني بمجروح ولا منكوي والله اني اكتبه من وسع بال القصيدة بما يضم ويحتوي همت في الوادي وعديت الجبال واللي يتبعني على طول غوي ماني بكامل ولله الكمال فوضوي وعيش عالم فوضوي والرفيق اللي همومه لا تزال تطوي الايام بعيونه طوي من بعد ما كان من مدهال الرجال خلت صكات بقع من طول الرفيق اللي همومه لا تزال تطوي الأيام بعيونه طوي من بعد ما كان مدهال الرجال خلص الصكات بقع منطوي قال تعطيني على الدمعة مجال قلت له قلبي على خوي أحموي فالمواقف لا نقاش ولا جدال أبسط حقوق الخوي على الخوي يا رفيقي وانت عندك راس مال وطيحة الرجال دافع معنوي لا تكدر خاطرك يا ابن حلال ولا تخلي دمعة العين تهوي ولا تعيش هقوتك على احتمال ولا تكمل في الطريق الملتوي بس قبل استاذنك عندي سؤال دامني وياك والليله اسروي صح ما تبكي من ظروف الليال والهوى ما يلوي ذراعك لوي قال ما ادري قلت مهما الهم طال عاند همومك لو انك مهتوي طاحت دموعه وطالعني وقال يا رفيقي ما عليك انا اقول يا سلام يا سلام يا سلام صح لسانك شاعرنا راشد ودائما يعني انت فوضوي تعتبر فيه في القصيد لا انا فوضي بالقصيد بس مرتب بحياتي ما مرتب بحياتي. عكس القصيد. ناصر حياك الله يا ناصر. الله يبقيك. ناصر موهبه جيده احنا نراهن عليك يعني الله يطول بعمرك ومحتاجين انتم كشعراء يعني انكم تظهرون على الساحه محتاجين دعم من الشعراء وايضا من برامجنا احنا ان شاء الله. الله يطول بعمرك. شنو سمعنا يا ناصر؟ سمعك اللي يقوله تقديني جروحي للقصايد واملي البيداء قصيدا يمطر الغيث الغزير وتنبت أعشابي بصدري من دهات الشعر أمة وأكبر الأسماء تموت بساحة الدنيا وثلث الليلة تحيابي وإذا كان الهجوس الثابتي
ذائقتي الخنساء بحاول أخلق أفكاري وجيه وببذله أسبابي أنا شاعر قصيدة فوق هامات النوايف شاء لو أني مملك إعجاب العرب يكفيني إعجابي طموحي دونه جيوش الزمان وليلة سوداء حظوظي دونها الحال الحزين ونظرة اعتابي من أحزان الزمن والهم أنا في حاجة استثناء لأني لو تزيد شوي يمكن أفقد أعصابي حبيبة عمري الوحدة دوال اللي غلبها الداء أنا ضيف لسعادة خاطرك يا رحلة غيابي عزمت أن أترك الديرة وهلها وجمال الأشياء وجيك أدور العزلة وفارق باقي أحبابي يضيق القلب والعالم يضج بأسوأ الأنباء وتمل النفس من جور الزمان وصدت أصحابي ويمر الوقت والدنيا دروس ودرسها بناء وأنا شخص حضاري في طبايع شخص أعرابي تفرق شمل آمالي وناجي خالق الأحياء وتسجن أجمل أحلامي تهمة حلم إرهابي فيا مالي إذا ساد الظلام وضاقت الأرجاء تعالي عانقي قلبي ورد النوم لهدابي سلام, سلام يا سلام صح لسانك شاعر ناصر مبدع إن شاء الله والله يحفظك ولك مستقبل إن شاء الله أعزائي المشاهدين الآن نأخذنا فاصل إن شاء الله ونرجع لكم والله هلا تو ما بال ينساح يوم مزن الوسم لاحت بروقة وراع الولع يجيب للطير ملواح غير لها البرقع وجدد اسبوقه وانا بعد بالمثل جهد والله يعود خرب اللي يتعذر الحوق هنا بالثنادي والجناحين نزاح ادعك تقول مخض وباتن شنوقه كاشف تقل بين الجناحين مصباح اشقر تقل جمر الغض حط فوقه ياخذ من الداب الحن اشحات كن لاح وياخذ منها بالوصف لمحه اشنوقه افجح وسيقانه قصيرات ذباح ضربات كفه ما تخيط افتوقه نبي على المقناص معفجه الاصباح قبل شعاع الشمس يبدا شروقه معربعه شفقي اجليل والحاح كلا على المطلع نفسه تسوقه من فوق سهب اللي جرد الخط تقتاح اسقط من الشيهان مومي اخفوقه نبديا اللي محاني وصحصح شرق شمال مريض بقصع روقه شمال من فيحان وغربهم رماح وجنوب من لمبط وعقرب ولوقه ذيك الديار اللي لها القلب يرتاح منه تصقع شفه وذوقه تلقى الحباري بين ممسى ومصباح في وسط تدرك المبقه تذوقه يا حلو جرتها تقل نظ مصباح بين العرافق تقل تمشي سروقه ويبرى لها خرب تقل لون تمسح هذا يقطع له وهذا يسوقه واللي معه والضاح يرقب ابن وماح مفرع يكسب خفايا اطروقه ولمنطار اللجة والصوت مصياح والضاح جاهز لنفكه اسبوقه واحد تعلى بالسما واحد انطاح والضاح يم اللي تعلى يعوقه شوي في كفه لولحت لو الاحمر هي تحته ومرات فوقه ثم اجتمعنا في تعاليل وامزاح رجعنا معاكم مشاهدينا الكرام في استكمال حلقتنا اليوم في تميز ايضا شعرائنا ومنشدنا تميز جميل وابداع إبداع شعري جميل وهذا احنا محتاجينه ايضا الجمهور محتاج المستمعين محتاجين المشاهدين محتاجين الى هذا الابداع وهذا الشعر رونق الشعر جميل جدا وبحال الشعر ايضا له بحور كثيره وله الوان كثيره محمد الرفيدي الوان الشعر كثيره شنو تختارنا من لون الشعر ابشر اعطيكم قصيده اجتماعيه اسلم يقول حاولت اوسع خاطري قدر الامكان ومهما انفعل من وقتي يكون هادي وضحكت في وجه الليالي علشان بكرة توصلني الليالي إمرادي من قبل ما أكون أنا شاعر إنسان مثل ما عندي شعر عندي مبادي أحيانا أشوف أني الصح وأحيانا أشوفني من موقع الصح غادي أكبر طموحي يرتفع صوت الأذان في كل فج وكل قمة ووادي ويكبرون الإنس وتكبر الجان وأحس بالراحة تعانق فوادي ما فيها قوى ضعف من ضعف الإمام من البسيط إلى الكبير القيادي شن حرب وينزع القوة لسان مع أنها ضعف قوة من الأيادي أنا الفقير اللي صنع نفسه وكان قبل ما يصنع نفسه إنسان عادي عزيت نفسي من عطف لان وفلان مغنيني اللي مت شربي وزادي من ابتدى من عاده صغير وبان ما هو مثل من توه الحين بادي صديقي انضاع العمر وانت خسران خسارتك ما تعني انك مفادي اذا تشوف الطيبه الحل غلطان احيانا الطيبه تقوي المعادي الاحسان
ما هو شرط إجزاء بالإحسان، الإحسان في بعض المخاليق غادي. يا سلام يا سلام، صح لسانك صح لسانك، شاعرنا مبدع مبدع محمد، وتواجدكم أيضا مبدع في الساحة الشعرية، أثريتوا الساحة يعني في القصائد، وحنا محتاجين أيضا، الجمهور محتاج تواجدكم الداعم في سواء في منصاتكم الإعلامية الخاصة أو أيضا برامجنا الخاصة، والإنشاد له دور دور جميل. أنت الحين طبعا اخترت يا ناصر، اخترت من القصيد، عندك سوق قصيد وقاعد تختار منه كإنشاد. الحمد لله فيه قادم بعد طبعا، الأعمال للحين ما نزلت يعني. إيش رأيك نسمع من شاعرنا بندر قصيد؟ نسمع من بندر. يقول: البارحة ألوم حظي اللي ألمت، وكرب عنان فراقنا في يميني، أشعلت شعري في غيابك وسلمت، وسرجت لك خيل الهيامة أدفيني، من 11 لين أذن الفجر ما نمت، أحاول أرقد والسهر محتويني، يجفني اللي عن لذي ذا الكرى صمت، بوح السهر ليطول بينك وبيني، ارفق على المشتاق يا ليل لظلمت، وملامح الغايب معك لا تجيني، تفتح لي الماضي عنا والزم الصمت، وتبعثر الذكرى بقايا حنيني، أجمع شتات اللي بقى كل ما همت، عساه يجبر كسر الأشواق فيني، لو أقدر أسترضيكتي ما تكلمت، المشكلة حزني بدا وسط عيني، على عطايا والوفا ما تندمت، الحب ثلثين عطاء يا ظنيني، دام الفراق ودام جرحك ولا دمت، عسى العوض اللي بقى من سنيني. سلامتك. سلام، صح لسانك شاعرنا بندر، جزل وافي، الله يرضى عليك، تواجدك طيب، ايضا حضورك طيب. تسلم، الله يبارك فيك يا ابو. بس احنا ما تقاضينا من منشدنا، بناخذ منه يعني شهاده نستغل الوضع. حاضر. سمعنا يا ناصر. ابشر. هذه شيلة لا توادعني. كلمات باسل رشيد. نعم شاعر. يستاهل. يقول: لا انت اللي قبل شهرين كلمني، ارحم عيون لها يومين سهرانا، الصدها اللي بلا اسباب توجعني، والعين في غيبتك شفقة وضميانا، ماسك ورق دفتري وحروفي تغني، حسبي على صدة المكفي وهجرانا، كم ضيعت من عمر عشق ومتمني، يضحك لها العمر جازيه بحسانا. يا سلام، صح لسانك، صوت عذب ناصر جميل، مستقبل جميل، وايضا انت مكمل للشعر، والشعر يعني مكمل للانشاد، وهذا يعني من فنون الشعر، من فنون يعني الشعبيه اللي محتاجينها احنا الان كانشاد وشعر قصيد، وايضا بناخذ احنا قصيد، احنا ما ارتوينا يا ابو فهد. الله يطول عمرك. نسمع من القصيد. ابشر والله بالقصيد. بس قبل لا نسمع من القصيد، الشعر اكيد انه عطاك، لكن انت شنو عطيت الشعر؟ والله انا تقريبا ترى انا احب الشعر يعني بشكل مو طبيعي، يعني ممكن اكون يعني مرضي الجمهور، ولكن اولا واخيرا لازم اني ارضي الشعر اولا. شعر يعني بالنسبة لي أنا شيء كبير، بما أني يعني شاعر، يعني ما أملك شيء غير الشعر. نعم. عرفت علي؟ والحمد لله يعني قدر الإمكان نحاول يعني نرضي أنفسنا ونرضي الجماهير ونطلع بشيء بيض الوجه. أنت مجمل يا شاعرنا راشد، نبي نسمع منك قصيد من اختيارك أنت. حاضر، أبشر. تبشر تفضل. بعطيكم جديد. أنا بسجن الظروف اللي حرمتني أسير، متى يحين الفرج واطلع من يدينها، ما هو بشرط الليال من الفتن تستخير، اهدم ملذاتها واعكف سكاكينها، يا غالية سامحيني لو يطول المسير، امر لي في ظروف انت تعرفينها، يا غالية سامحيني لو يطول المسير، امر بظروف عاد انت تعرفينها، تبيني اعاند ظروفي بعد، ما يصير انت بعد لازم الفرصة تحرينها، يعني ما يحتاج ابرر والمعالي كبير، محبتك مثل ما هي لا تحاتينها، حبيتك العادي اللي صار بعدك خطير، ودخل على الساحة وقلب موازينها، وكتب فيك القصيدة اللي يخلي الضرير يشوف فيها الحياة اللي تشوفينها،
كل القصيدة الغزل من كل قلب وضمير، وما أدري لو أن القصايد ما تحبينها عموما، أنت مصيري والملاذ الأخير والزلة اللي في بالك لا تزلينها. أنا ما صدقت على الله أشوفك مصيري، أجمل محطات الأيام وعناوينها، ولا يهمك عيوني لو دموعي تحير، ما أشوف فيها عدل، عادي تبكينها. السلام السلام السلام، صح لسانك صح لسانك. أبو فهد، أنت لك لون معين ظاهر في الشعر، الفوضوية في الشعر في إلقاء زائد ترتيب. لا والله تلقائية، والله تلقائية. أي تلقائية، والحمد لله، يعني إن شاء الله أنها تعجب الناس إن شاء الله. نعم. يأيدني فيه يمكن شاعرنا ناصر، مفروضنا لكل شاعر لون معين أو أسلوب معين. أبو فهد لونه جميل جدا. الله يجزاك خير. والله ما هو بمدح له عشان يسمع، لكن لونه جميل جدا، مفهوم عند الجمهور ومبدع أبو فهد. الله يجزاك خير. كلكم مبدعين، كلكم مبدعين. شو تسمعناه شاعرنا محمد؟ يقول: يا بسمة الوجه البشوش ومرحبا، يغلى من اللي حل في القلب وفرق، شوفي جفاف التربة بساق المياه، وشوفي الغصون شلون خلاها الورق، دورتك من الشوق في كل اتجاه ولا لقيت الحل في شتى الطرق، والعاشق أصعب ما يمره في الحياة إذا انتهى على بداية مفترق، مدري يعد الخطوته ولا خطاه، ولا يبل الريق ويمشي العرق ضامي، ويرجي مزنة تقطع ضماها مهلة المزنة، ولا البارق برق، اخذيني من الياس في ضف العباه رقيق، واشعر بالمشقة والأرق، أنا الغريق اللي ما دور للنجاة، خليني بحر في عيونك وغرق. السلام السلام، صح لسانك صح لسانك. يعني معناته أن الشعر ما هو خيال ناصر بن حية، معناته أن الشعر ما هو خيال، معناته أن الشعر فيه أحاسيس جياشة. هو أبلغ الشعر أكذبة. نعم، يجي فيه خيال ويجي فيه واقع، يجي فيه واقع، لكن مثل ما قال أبو فهد كل القصيدة العاطفي، القصيدة العاطفي كلها خيال، فيها اللي تجي بالمواقف لا تجي فيها. زين، شو تسمعنا شاعرنا ناصر؟ والله هم سمعوا غزل ما نبي نطلع من السكن، نبي يقول: الليلة غنى وغنى معها جرح السنين وطوائف الشوق، جتني طائفة طائفة وانا مع حرب ذكرى، والنتيجة حنين اطوف الواقفة، ووقف الطائفة تعيش داخل ضلوعي سيرة الراحلين، والكلمة الصامتة والضحكها الزائفة، بيني وبين الفرح مدة وفا من يدين اللي خذت من حلال أيام طوائفة، يا نايفة والعمر من دون وصلك حزين، لا تتركيني مع الأحزان يا نايفة، يكفيني العذر في يوم المفارق سمين، ويكفيك بني موادع ودعة رايفة، الحب قيد الخواطر وانفس المسلمين تقادل الشر لو كانت لها عايفة، يا خالق آدم طلبتك عينني يا معين، أبدل بحزن الحزين الفرحة الكايفة، توفني مسلما والحقني الصالحين، وبعد حياتي عن العصيان والهايفة. آمين آمين. صح لسانك صح لسانك يا شاعرنا، جميل ناصر جميل. يعني الشعر ما هو يعتمد على المخزون الشعري اللي عندك بقدر ما يعتمد على إحساسك اللي أنت تحسه. أعتقد الرسالة تكون الشاعر يعني مهمة جدا أن يحس فيها الشاعر وأيضا يحسس فيها المتلقي. نعم نعم. نخلنا نتغل على شاعرنا بندر الرشيدي. بندر، يعني القصيد ممكن يحرك مكنون الناس معينة، ممكن ما يأثر في ناس معينة، الشاعر مطلوب منه أنه يحاكي الجمهور بشكل عام، الصغير والكبير، يعني كل أنواع، يعني حاكيهم محاكاة واحدة بحيث أن يكون شعره مفهوم وشعره سلس. أيد هذه النظرية؟ صحيح. شوف، الجمهور عنده ذائقة مختلفة في الجمهور، فالشاعر لما تجي الأمسية أو تقول قصيدة المستوى ما هو واحد أو الذائقة ما هي واحدة، فلا بد تحاول أنك في قصائدك تنوع حتى تصل إلى جميع الذوائق. نعم. أيضا الشعر مرات نكتبه ومرات يكتبنا، إذا كان من موقف فالقصيدة هي تكتبك أو هي اللي تسترسل أو هي تجي على قولتها مثل خرز السبحة. نعم. أما إذا كانت أنت تتخيل فممكن هذه تسميها أنا أكتب قصيدة، ولكن مو كل مرة إحنا نكتب مرات القصيدة هو اللي يكتبنا. نعم. فيكون موقف ويكتبنا شعر. نبي نسمع الشعر من الشاعر بندر الرشيدي. يقول: صديت يوم أن الأمل خالط هياس، عودت نفسي للصبر والعزيمة، أضحك لو أن البال ضايق ومنحاس، وذكره في قديمة، والرجل وإن حسيت فالبال هو جاس، جنبتها درب الرداء والشتيمة، حجزت للقالي مع الناس مجلاس، وعندي تساوى النصر ويا الهزيمة،
ويدباس مل الصبر وزريت يدباس نمسي ونصبح والنوايا مقيمة من يتبع المقفي يعود بالفلاس ومعادله عند الرياجيل قيمة شرعت صدري غربة مالها قياس وصكيت بابه للحسد والنميمة الليل غبة والهواجيس غطاس وانا الغريق اللي خذلته حليمة الأرض رمضة والمعاليق يباس والجرح ينزف والخطاوي يتيمة والبعد ما يرحم ولا عنده إحساس والوقت بالفرقة يدينها كريمة والناس لو تشوفها كلها ناس ثلثينها بالعقل عقل البهيمة جنب على اللي صحبته مالها ساس وعنز على الطيب تشوف الغنيمة والهقوة هاللي ما تعنز على راس على الردي ذل وهوانة وظليمة لباس يا صدري من الغيظة لباس الصبر هو طبع الرجال الحكيم. سلام سلام صح لسانك صح لسانك شانا بندر مبدع دائما. تسلم يا ابو فهد. بس من قبل شوي انا حارشك مع منشدنا ناصر ناخذ من قصايد احنا بناخذ منه احنا شيله نسمع منك. الله ايش كثر فيني تعب من غيبتك عني حزين الله ايش كثر فيني ألم من صدتك حالي كسير أنا فقدتك والغلا زايد وفي قلبي حنين عذب خفوقي والغياب اللي بدا منك خطير محتاج لك مشتاق لك والشوق فيني مستبين مشتاق لك محتاج لك حالي مثل طفل صغير يبي الحنان اللي فقدت عايش مع العالم سجين رد النفس الخافقة خلا من الفرحة يطير حسسني بشوق الوله في نظرة عيونك يبين أنا فقدتك والغلا في غيبتك باقي يسير أبي وصالك يا غلاي تبقى معي كل السنين الله على نبض الغرام اللي من احساسك يصير. يا سلام صح لسانك صح لسانك منشدنا عذب دائما الله يطول لي عمرك عذب دائما. مشاهدينا الكرام نطلع فاصل معاكم ونرجع وياكم ان شاء الله. من حلقة إلى أخرى نتأمل في التجارب الشعرية التي أثرت الأدب الشعبي في الكويت. الشاعر مفرح الضمني رحمه الله يعتبر مدرسة شعرية وعلم من أعلام الشعر والقلطة في الكويت والخليج. هو شاعر مفرح جاعد واسمي الضمني يرجع نسبه إلى قبيلة مطير ولد في عام 1938 يعتبر أحد أعلام الشعر في منطقة الخليج. درس القانون وعمل محققا في وزارة الداخلية شارك في الكثير من المحافل المحلية والخارجية كشاعر كويتي وخدمته الكبيرة للشعر الشعبي والأدب كما أنه شاعر نظم وشاعر محاورة وأحد مؤسسي الساحة الإعلامية الشعرية الكويتية. وقد عرفنا مفرح الضمني رحمه الله كإعلامي قدير وصاحب حضور مميز من خلال تقديمه لبرامج الشعر في دولة الكويت لسنوات طويلة ودوره المهم في تأسيس ديوانية شعراء النبض. ما تعرف الحساب مش والله ما شوي شوي قالوا بعطيك ست تفاحات وبقسمهن على أربعة قسمن لي قلت ما كل واحد يطلع له بتفاحة قال سمي أبغى قلت ثنتين قال وين توديهن قلت واحدة هاكلها أنا واحدة هاكلها أنت حاول تندرها. كما تنقل بين أرجاء المملكة العربية السعودية لتوثيق الشعر وزيارة الشعراء في منازلهم في المناطق النائية وينقل لنا شعرهم عبر ما يقدمه في برنامجه الشعبي الذي يتابع بلهفة وشوق من كل أسبوع في سبيل الارتقاء بالموروث الشعبي.
صدر ديوانه الأول في عام 1989 وكتب مقدمته الشاعر القدير طلال السعيد، وتنوعت أبواب الديوان بين شتى أغراض الشعر من قصائد الحكم والنصائح والغزل والرثاء والنقد الاجتماعي. أنا أقول أنا رفيجي ما اسمع لي حسابه، لو جاتنا منها السوالف مضاريع أقرأ مفاهيمه وحسب حسابه وأشوف مدخل القدر، والمطاليع ماني عجول مبزع في غيابه، قدام ما اسمع منه ما أعطي ولا بيع، لا خير في رفقه في لي حبابه ولا خير في جمع قلوب المواجيع. رحم الله شاعر مفرح الضمني الذي توفي في عام 2005، ويقوم حاليا ابنه الشاعر والإعلامي بدر مفرح الضمني بتجهيز الإصدار الثاني الذي سيحتوي العديد من القصائد التي لم تنشر في الصفحات الشعبية. رجعنا معاكم مشاهدينا الكرام في استكمال حلقتنا المميزة في تميز أيضا ضيوفنا محمد راشد وناصر. في سؤال يعني دامنا يعني أبو مشاري موجود أيضا نشاد، بالسابق المقناص والمكشات الناس شغلون قصيد، الآن شغلون شعلات، هل اختفى دور الشعر كقصيد يعني نظم؟ والله عند أبو ناصر أنا ما أتعداه، أخوي أكبر مني، أخوي أكبر مني أنا ما أتعداك. الله يرحم والديك. الله يجزاك خير. بشكل عام القصيد في شعراء مخصصين مثل ما تقول، ما هم مخصصين لكن يكتبون في المقناص، يعرفون للطير يوصفونه، وفي شعراء كل شاعر له ميوله الخاص يعني. نعم. هوايته ممكن انه يكتب فيها، وهي تعتبر هوايه يعني المقناص بشكل عام. نعم. بس ما تشوف راشد ان الانشاد طاقة شوي على الشعر يعني النظم؟ اي فعلا. شوف في فتره من الفترات انا اعترف ان سحب البساط على قولتهم أخذ تقريبا 90% من الشعر، أخذ 90% من وهج القصيدة العادية، ولكن مع الأيام تأقلمت الناس مع الإنشاد لأنه كان شيء بالنسبة لهم شيء جديد، فاتجهت له الناس مع الأيام، واكب القصيد أخذ وضع الطبيعي، فصار 50% القصيدة 50% الإنشاد. جمهور الشعر أو جمهور القصيدة يعني على قولتهم السادة القصيدة فقط، أجيب القصيدة والقيها لك، جمهورها لا زال موجود، وجمهور الشيلة لا زال يعني بكثافة يعني، ولكن يعني قامت مثل ما قلت لك أخذت مستوى طبيعي. في تساوي ما بين يعني ما بين الإنشاد الآن في والشعر. أي الآن في السابق أول ما طلعت الشيلات أنا أعترف أنها كانت طاغية على القصايد. نعم. الآن أخذت وضعها يعني تأقلمت. يستحقون منشدينا يستاهلون شيء. بس ايش رايك نسمع من شاعرنا محمد قصيده؟ ابشر تبشر في الجنه. يقول عندي من الشعر ما يغنيني من الجديد اللي يخليني اشرف ورز علمي، لكن لجاني وانا كنت اشعر اني وحيد، شلون ارده ما دام انه يرد سمي، صب هذا الخيال من الشعور الفريد لين ما سلم عنان القصيده فمي، وانا لو اني عن انظار الخلائق بعيد يفرقون العرب وجودي من عدمي، يستنزع الحق وحر قيود العبيد وتصغيلي البكم وتفتح عيون العبي، شنيت حربي على مستشعرين القصيد وذخيرتي من حروفي والسلاح اقلمي، ما والله صد لا من حان يوم الوعيد الا لي سالت اخر قطره من دمي، كنت احسب انك بياع سوالف رصيد وعرفت منك ابو وجهين ما تحتمي، ترى الشجاعه تبين بالنهار الشديد في ساعه يخلف الرجال صوت الرمي، وقفت في وجهي تعاون يدين الضديد يوم اكثر اعدائي تحاول تغط اسهمي، من اول اوكلك من ثمر طلع النطيد واليوم تاكل مع عدواني من الحميد. سلام سلام. صح لسانك، صح لسانك، مبدع شاعرنا محمد، مبدع. حفاظ على الوقت راشد، عندما الوقت يطوفنا ومارتوينا قصيد منكم يعني. حاضر شعراء. حاضر نسمع قصيدة. والله القصيد واجد، ولكن أنا معي هدية بسيطة، هدية صغيرة أقدمها لأخوي الشاعر الكبير العملاق حامد زيد. استاهل. إذا تسمح لي فيها. استاهل تفضل. إيه هذه أحد قصائده أنا أعتبرني سارقها لأني أحبها. طيب يقول في وقت من البطا وبليل تتراقص شياطينه، بعد شفت الضياء ينزع من ثياب المساء ثلثين، تحايلت المنام اللي مثل بيتك تمرينه، وانا اللي من تفارقنا وانا ما غمضت لي عين، غريبه كل حلم يمر فرقادي تزورينه، والاغرب كيف احلم الحلم وارجع واحلمه بعدين، قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه، ونمت امس ورجع نفس المنام اللي قبل يومين، انا اللي قبل اسافر شلت قلبي من شرايينه، تركتها في يدك مثل الامانه، واحفظيها زين، ترى حفظ الامانه
دين ومجبورة تردينه، عجل ما فيها حد تقال لك حفظ الأمانة دين، ما رد المقفي بيلفي ويستوفي وتوفينا بعد ليلة ثلاثة أربعة عشرة شهر شهرين، إذا أنتي ما أنتي بقد الكلام اللي تقولينه حرام استعملت حاجة، وإذا جيت أطلبك تنسين تخونين وتبين أرضى واحد يرضى تخونينه، أنا لو جيت أخونك مع حبيبة ثانية ترضين؟ من أول ما رجعت من السفر ما شفت لك بينا، وأنا اللي كنت أحس بس قبل أدوس أرض المطار تجين تكونين أنت أول شخص عيني تحتضن عينه، وكنت أتخيلت من زود فرحة رجعتي تبكين وأشوف بدمعتك حكيك وأقولها قبل تحكينا، أشوف بدمعتك حكيك وأعرفه قبل تحكينا، وأجيب أحلى من اللي بتحكينه وأتركك تحكين، تقولين الوطن نور وأقول بنور مضوينة، تقولي لي غديت أحلى وأقول عيونك الحلوين، كلام النام بشفاهك وخفتي لا تصحينه، دخرتيه الغرام اللي ينام ويتركك تصحين، وليتي تلاقيت به شيء فيني ما تلاقينه، ما هو بغرور لكن خابرك مالك أمل تلقين، تغافلت بغلا ولا الحلا ما هو بمزينة تزينها الصور ولا صحيح ابن الحلال زوين، وانا ماني بناقص عنه يوم انك تبدينه، نصيبي هو نصيبي لو يسددها من الصوبين، قنوع بمظهري والسم ما يذبح ثعابينه، على قول المثل ماني حلو لكن ماني شين، اذا هداك الزهر مره فانا هديتك بساتينه، واذا غراتك فرح ليله فانا تهت البكاك سنين، واذا استضعفتك املاكه وشتتك ملايينه انا حتى فتات الخبزه اقسمها معك نصين، طموحي بس اجي واظفر بشيء تستحقين، تسلفته تدينته سرقته مو مهم منين، كأني من كثر مرضى بكل اللي تمنينه، لو أني تطلبين الله يعنيني بقوله آمين، أنا ملعب على الحبلين وقت الطيش وسنينه، تبين الحين يوم أني كبرت ألعب على الحبلين، ترى عند البدو بالذات عيب اللي تسوينه، حلاتك لا عشقتيني تعشقيني اليوم الدين، غرام نسكن ضلوعه حشيمة من مجانينه، غرام النسكن ضلوعه حشيمه من مجانينه، جفا يجمع معزتنا ولا عشق يذل اثنين، كثار اللي تحدوني وقالوا لي تحبينه، امانه لا تخليني صغير في عينهم تكفين، لاني كل ما قالوا تخون اقول مسكينه، عليك الله امانه علميهم من هو المسكين، كثار اللي تحدوني وقالوا لي تحبينه، امانه لا تخليني صغير في عينهم تكفين، لاني كل ما قالوا تخون اقول مسكينة، عليك الله وامانة علميهم من هو المسكين، أنا خايف إذا طاح الجمل تكثر سكاكينة، وأنا معادة ضروعي تحمل طعنة السكين، مثل ما قالوا والمكتوب واضح من عناوينه، لو أرحل منك للغربة بسافر من ظلامك وين، كفاية كل حلمي مر فرقادي تزورينه، كفاية من تفارقنا وأنا ما غمضت لي عين، قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه ونمت أمس ورجع نفس المنام اللي قبل يومين. الله صح لسان الشاعر الكبير صحيح. أنا طبعا القصيدة هذه طبعا كثير من القصائد تعجبني، ولكن هذه أنا أقدمها هدية لأبو عبد العزيز بما أني أنا أحبه وأحب شعره. حامد أسطورة، وهذا إن دل يدل على أن القصائد اللي قدمها الشعراء السابق يعني حامد زيد أن الشعراء الكبار ترسخ في يعني في مخيط الشعراء الشباب الآن، يعني يكون في كل شاعر له قدوة معينة، مثلا يحب نمط شاعر معين، يحب أيضا أسلوب شاعر معين، ويستاهل أبو عبد العزيز كل خير. شاعرنا ناصر يا مرحبا، عشان بينتقل وختم عند شاعر بندر، وش سمعنا؟ قلبي من الحزن تكسيها الجروح الكبار، كل العوامل عليها تحدد سيوفها، أواجه الوقت والدنيا محطة حصار بين الشقا والهموم وباقية ضيوفها، في بلدة التيه دشت ديارها دارنا الذي صدق ذاق الضيمة بظروفها، شاعر حقيقي أخاف الظلم والاندثار لو راهنت فيني الساحة مع صفوفها، ما جيت أدور ورا الشهرة طوال العمار، مياه وجهي ما تنثر لجل مصروفها، عندي ضمير يقديني وعندي قرار، متبعها والطائشة لو تبرق قنوفها، وعدائي اللي مطيحي همها، باختصار ماني بحاجة وصوف تحدد وصوفها، ولاني بناظر عليها نظرتها الاعتبار، الأرض شافت سهيل ولا هو يشوفها، يبقى مكاني مخلد والصغار طوف الطيب والزلات مطوفها، يا أصنع المجد وابني بلدتي باعتمار، ولا تركت القصايد داخل رفوف. يا سلام يا سلام، صح لسانك صح لسانك عبد ناصر، شاعر جميل الله يطول بعمرك والله يوفقك ان شاء الله، يعني في
في كوكبه من الشعراء اللي سبقوك اعلاميا ممكن ايضا يدعمون الشعراء اللي توهم طالعين، فهذا حقك انت. ما يقصرون عز الله، ما يقصرون كلهم والله دائما شاعر دائما شعراءنا دائما ما يقصرون، في كل مبدع في كل مبدع ايضا يطلعوا قصيدك انت، يعني ما هو بس يعني قصيدك طلعك كنت مبدع وجزل تقولها من طيب راسك يا ابو فهد. الله وجهك تستاهل الخير. ما ودي انتقل للمنشد بناخذ قصيده بعدين ختم عندك ناصر. باختصر عشان الوقت بس ابيات بسيطه. تفضل. يقول الشوق تو عرفه قلبي بعد ما عرفت انك حبيبي تبادلني شعور وله، جرفتني بالغلا وانا وراك انجرفت، ورويتني حب جعلي ما عدم منهله، سلمت كالقلب والوجدان شوق ولفت، قربك وبعدك عذابا ما اقدر اتحمله، مرتاح دامك معي وان غبت عني ذرفت، دمعني بل العروق بل حشاء ممحله، وانا من البعد ضايق جيت لك واعترفت، ارفق على اخر بقايا العمر ضاع اوله. يا سلام سلام، صح لسانك صحة ابداعك صح لسانك، مبدع شعنا بندر. تسلم وما هي غريب عليك الابداع. الله يرضى عليك. يعني يعني انا صراحه مستمتع، انا خلينا نقول انا وناصر مستمتعين لان ناصر منشد وانا مقدم لي، كلنا والله مستمتعين مستمتع. الشعراء والمنشد الصوت العدد كلنا مستمتعين. ناصر شنو نختم فيه من عندك؟ والله هذه شيله معروفه في منها بيتين دائما رددها، تقول وشلون تكسى يا حبيبي وانت عودك خيزران، لا عاد تكسى مثل ما تكسى السنين الماضية، يعود ما سموك عود إلا ولق الدوليان، حتى لا يادي عينها عن قطفتك متغاضية، وشلون تكسى يا حبيبي وانت عودك خيزران، لا عاد تكسى مثل ما تكسى السنين الماضية. سلامتك. صح لسانك، جميل جميل، مبدع ناصر. يعني أطربت راشد ويانا في أنا أحب هذا من قصائد علي بن حمري، غني عن التعريف. يستاهل شاعر جاز الوافي، الشاعر ينطرب أيضا من الصوت. حنا وصلنا لنهاية يعني برنامج اليوم، شكرا ناصر. شكرا لك يا أبو الحياة، وشكرا راشد فهد. العفو والله يطول. شكرا محمد الرفيدي، شكرا بندر الرشيدي، وشكرا ناصر الزبني. أعزائي المشاهدين نصل إلى نهاية حلقتنا، على ما نلتقي معكم في حلقات أخرى، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.
لذيذ الكراعي عيون.